الدولة. أعتقد أنه يعني يجب أن يتم إعادة النظر في اللوائح المنظمة لجوائز الدولة، تمام؟ تحديدا نتحدث عن جائزة الدولة التشجيعية. جائزة الدولة التشجيعية أعتقد أنه من التعسف ومن عدم الإدراك للواقع أن يحصل على جائزة الدولة التشجيعية حتى لو كان مبدع قد الدنيا. شخص عنده 70 سنة مثلا، شخص عنده 60 سنة، اسمها جائزة الدولة التشجيعية. لابد أن تذهب إلى شاب في مقتبل حياته، عايز يبني نفسه، عايز يكتب، عايز يشتغل، عايز يتشجع، زي ما هي اسمها جائزة الدولة التشجيعية. لما تدي واحد عنده 70 سنة جائزة الدولة التشجيعية، يعني الشاب، يعني الشاب الصغير ده هتديله ايه؟ ولا أي حاجة. والتاني بتشجعه على ايه؟ حتى لو كان مبدع كبير، على عيني وفوق، على راس، يعني زي ما بيقول، لو مبدع كبير اديله جائزة دولة تقديرية، اديله اي جائزة اخرى، مع فكرة انك تعيد النظر في اللوائح، تعيد النظر في اللوائح بتاعت جوائز الدولة. ليه؟ لكيفية الترشيح، اعضاء اللجنة بيبقوا كام فرد، كل التفاصيل دي لازم تبقى موجودة بشكل شفاف للناس، ونشوف ايه الاخطاء اللي موجودة عندنا ونصلحها. جائزة الدولة التشجيعية مرة اخرى، يعني لا يجوز أن تذهب إلى شخص تعدى سنه 60 سنة أو 40 سنة كمان، يعني ما ينفعش ياخدها حد بعد 40 سنة أعتقد، لأنه أنت وأنت في بداية الطريق أنت محتاج فعلا حد يشجعك. إذا كنت فعلا عندك تجربة حقيقية وعندك كتابة حقيقية، يبقى كان بالضرورة أن الدولة توفر لك حاجة اسمها جائزة الدولة التشجيعية. وتحديدا في العامية، إحنا ملناش أي جوائز تانية في العامية غير جائزة الدولة التشجيعية، هي اللي ممكن يعني تساعدك بشكل مادي كويس انك تشتغل، تساعدك بشكل معنوي انك تديك ارضية من الانتشار ومن الميديا بشكل كويس جدا، تمام؟ فلما تذهب جائزة العامية لشاعر عنده 70 سنة، يعني ده حرام بصراحة. وكمان كل سنتين، جائزة كل سنتين، العامية كل سنتين، لسه بنتعامل مع العامية المصرية على انها شعر من الدرجة الثانية، وانا ارفض هذا تماما.